في بقى كلام كتير قوي عن مباراة امبارح، والحقيقة احنا هنا مش علشان نحلل المباراة بشكلها الفني. ان احنا عارفين كلنا، او اللي تابع طبعا او بيتابع المباريات او الدوري من الاول خالص، عارف كويس قوي انه الاهلي هو بطل الدوري السنة دي وزي كل سنة. والحسم صحيح اتأجل. انت النهارده لما بتتكلم عن مباراه تم تاجيل حسمك او الدوري النهارده، يعني تم حسمه المباراه جايه او جوله جايه، ده طبيعي جدا وبيحصل جدا. وده حضراتكم عارفين انه الاهلي امبارح تعادل مع الاتحاد السكندري بدون اهداف بفعل فعل.